السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام هو السلام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإبداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع، ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، لأنكم أساس قناتنا. ما شاء الله عم تحفظ أسئلة عقيدي وعم تحفظ من القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. طيب سألنا يا أخي كم سؤال وخليها الجاوب على الكاميرا. حياك الله وبياك. تعال يا صوتي. من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد. ما هو دينك؟ الإسلام. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. أين الله؟ أين الله؟ السماء. ما هو القرآن؟ كلام الله. ما هو طريق الخلود؟ أم الجنة أم النار. ما هي قبلة المسلمين؟ الكعبة. ما هي أعظم فتنة؟ الدجال. من هو عدوك؟ الروس أمريكا وشيطان. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده ونشركه به شيئا. علي صوتك. عيدي. لماذا خلقنا الله؟ لنعبده ونشركه به شيئا. ما هي أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله يعطيك العافية. ما شاء الله ما شاء الله. طفلة لا تتجاوز 3 سنوات من عمرها؟ نعم. ما شاء الله. تعيش وتقطن في مخيمات أطمة في ريف إدلب الشمالي. ما شاء الله ما شاء الله. تحفظ أسئلة كثيرة من العقيدة وتحفظ من القرآن أخي؟ تحفظ من القرآن. ما شاء الله. عما يتساءلون. ما شاء الله. سمعينا شوي من كتاب الله من القرآن. يلا. عما يتساءلون. علي صوتك. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيهم مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.